لاخر جزء في حلقتنا النهارده، وهي اللحظه الذهبيه. الاسبوع اللي فات دانيا قدرت تحصل على الميكروفون الذهبي. المنافسه الاسبوع ده هتكون ما بين مروه من المغرب وكوثر مدرجه من المغرب. يا ترى مين فيهم اللي هتقدر تقنع الاعلامي القدير مفيد فوزي انه يديلها الميكروفون الذهبي، وبالتالي هتكون محظوظه انها تقعد معاه بعد الحلقه تستفيد من خبرته الكبيره جدا الاعلاميه؟ ده اللي هنعرفه بعد ما كوثر ومروه يسالوا كل واحده فيهم سؤالين لاستاذ مفيد. تفضلوا ابداوا بالاسئله. استاذ مفيد، اول شيء بحب ارحب فيك معنا واقول لك انه وجهك كثير حلو علينا، احنا بنات المغرب اول مره نوصل لهون، ففعل الخير علينا. سؤالي الاول هو، حضرتك عشت وعشرت ناس من الزمن الجميل وحاورت رؤساء ووزراء، شو استفدت منهم؟ شو تعلمت؟ وكيف اعطيني حتى ولو نقطتين اهم الاشياء اللي تعلمتها منهم واللي احنا بنحتاجها في الزمن اليوم. بترجاكي حددي السؤال. طيب، ده السؤال ده كتاب. طيب، فمن فضلك نقطة فمن بس، فمن فضلك في الحوار حددي السؤال. ايه اللي عايزة تقوليه؟ طيب انا عايزة، تفضلي. مش دي راسك، تفضلي. انا بس عايزة اقول لك، اعطيني بس شيء واحد تعلمته وغايب عنا، تعلمته من الزمن القديم وغايب عنا احنا هلا كاعلاميين في هالزمن. اتعلمت الكبرياء والاستغناء. شكرا. أكرر الترحيب بك أستاذ مفيد، وسؤالي سوف يكون حول إشكالية يمر بها الوطن العربي، ألا وهي عدم تفهمنا للهجات بعضنا البعض. فهل الحل اليوم هو اللجوء إلى لغة عربية فصحى؟ لا يمكن، لأن لكل بلد لغة ولهجات. الأخطر من هذا أنه في العالم العربي يكاد يكون هناك انفصال شبكي ثقافي. فمثلا في بلدك المغرب، محمد ديب العظيم لا يعرفه السودانيون، والطيب الصالح غير معروف في تونس، والمسعدي في تونس غير معروف في مصر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك انفصال شبكي حقيقي في الثقافات. لكن أنت كمذيعة بتسأليني، خليني أمتدح التاتو اللي في رجلك أيضا. سؤالي الثاني لك أستاذ مفيد، للإعلامي الناجح شو أهم؟ أنه يكون للإعلامي الناجح، نعم، شو الأهم؟ أنه يكون متكلم أو مستدرج ناجح أو مصغي؟ الثلاثة. لازم أصغي النسبات. لازم أصغي عشان أفهم. أستدرج بالذكاء. المرجعية توني خليفة، أعظم مستدرج على وجه الأرض فعلا. كمان لازم البساطة، يعني البساطة، لأنه الإصغاء، خدي بالك من الحكاية دي وحطيها في حلق في ودنك، الإصغاء محرض جيد على البوح. وليها ورايا، الإصغاء محرض جيد على البوح. يعني إيه؟ يعني الإصغاء بخلي الناس تبوح، يعني لما تسمع، إذا ما سمعتهم منيح ما راح تعرف تستدرجهم، ما راح يبوحوا لك. تمام. ساعتك من مدرسة المذيع المثقف الغيور على الثقافة العربية الذي ينعش ثقافته كل يوم، والذي يهتم بكل التفاصيل التي تدور حوله وبكل الأخبار، ما رأي سعادتك في ليه سعادتك؟ احترام. ما رأيك؟ لا احترام. لا سعادتك مش حلوة. احترام. الناس اللي بتشوفنا تقول ايه؟ بتقول له سعادتك ليه؟ ما تقول له ما رأيك، خلاص. ما اقدرش، مش هتطلع معاك. لا 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 تطلع، قوليها. ما رأيك؟ ما رأيك؟ ايوه ايوه. تفضلي. ما رأيك في البرامج التي نشاهدها اليوم في المشهد الإعلامي، والتي تحقق أعلى نسب مشاهدة مع العلم أنها تستهتر بعقل المشاهد؟ هل هذه برامج ناجحة؟ إنها تصب يا سيدتي في شيء اسمه الإعلان.
المشكلة أن اليوم كل المحاولات لبعض الإعلاميين هو فرقعات ساذجة تبدأ من العفاريت وتنتهي للإغماءات المفتعلة. كل هذا يزيد نسبة المشاهدين، لأننا دربنا المشاهدين على هذا الأسلوب، وما لم نتغير في الأسلوب سوف يظل هذا النوع حاكما حياتنا. لازم أقول لك إنه البرامج الثقافية في الباي باي، والفكر سلم لي على المترو. تعرف يعني سلم لي على المترو؟ عمرك ما سمعتيها ابدا؟ بس انا سمعتها دلوقتي. تعرفيش يعني ايه سلم لي على المترو؟ اتفضلي. خلاص. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا للمشتركين. استاذ مفيد، حضرتك دلوقتي يا ريت تختار اي مشتركه فيهم قبل ما تختار. توني اتفضل. بس قبل ما يختار ويدي الميكروفون ده بيعاوز بس نقطتين. اتفضل. اول نقطه، انا بتمنى تمني على إدارة البرنامج إنه أستاذ مفيد فوزي هو يكون ضيف الحلقة الأخيرة معنا. يا ريت. يا ريت. ده تمني. اثنين، تأكدت الليلة تماما إنه من يقول لي إنه أسلوبك يشبه أسلوب أستاذ مفيد فوزي أنه على حق، والدليل إنه في الحلقة الأولى عندما ظهرت كوثر كنت أول من سألها عن التاتو في قدمها. شكرا توني. بنتمنى ان إدارة البرنامج تسمعوا. يا ريت أستاذ مفيد يبقى معانا بقية الحلقات. ياريت كلها. يا ريت. أستاذ مفيد. نعم. أي من المشتركتين قدرت إن هي تقنعك أكتر بإن أنت تديلها المايكروفون الذهبي؟ أفتكر هنا في دماغ بتفكر، فادوني 10 ثواني. انا عايز اقول لكم. اتفضل يا فندم. اتخذت قراري. اتفضل، الميكروفون جنبك. انا اختار مذيعه مثقفه واعيه بالدنيا، لان هذا هو النمط الذي أحتاجه في الزمن القادم. أختار مذيعة تملك الأسلوب والتفرد وتعطيني احتراما لما تقول. مبروك كوثر، يا بختك. أستاذ مفيد، يا ريت تديلها الميكروفون الذهبي اللي جنب حضرتك. كوثر بتعيط. حقك يا كوثر. شكرا جزيلا. ألف مبروك. شكرا أستاذ مفيد.